صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك، صلى الله عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين يا أبا الحسن، وعلى بضعتك الزهراء وعلى زوجتك الزهراء فاطمة، وعلى ولديك الحسن والحسين. روحي وأرواح العالمين لك الفداء، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لم أنسه إذ قام في محرابه وسواه في طيف الكرى يتمتع، فانسل يستل ابن ملجم سيفه متخفيا، والليل داج أسفع، وعليه مذ رفع الصفيحة كادم جزعا يقر له الصفيح الأرفع، والمسلمون تزاحموا في أخذه، وعلي قد سلوا السيوف وأسرعوا، ونعاه جبريل ونادى في السماء، أي وعليك يا عدد بالنداء تتقطع، اليوم أركان الهدى قد هدمت، اليوم شمل المسلمين موزع، اليوم قد قتل ابن عم المصطفى، اليوم قد قتل الوصي والأنزع. لم أنس زينب مذ رأته وجسمه من فيض مفرقه الشريف ملفع، فغدت تخضب شعرها بدمائه، وعلي تذرف دمعها وتفجع، هرعت إلي بنوه صارخة وقد حاطت به ولها عيون، أيوان تدمع، يا أهل الدين عز الدين حيدر هايل وقع مصيوم، ظلي في يد بالمحراب دمه ويل وجه مخضوب، يا أهل الدين حيدر راح وحش ما يسجد وظلم، سيف الله وقع مطبور راس بسيف بن ملجم، تضايق ما يسجد بالناس ومحراب يطفح بالدم، حن وذاب قلب الدين من جاهل حسن مرعوب، علي ظلام الدنيا يوم الصاح شيلونا،
ودوني لعد داري لعيالي يشوفوني قرب تغيبتي عنه وبعد ليلة يفقدوني الذوب قلوبهم فقدي ومن عندي الصخور الذوب وانا اسمع بالسما جبريل قام يصيح وينادي تهدم ركوان دين الله لمصيبة توصل هادي سيف الله وقع مطبور راس بسيف لمرادي ولي وقع بالمحراب حيدار يشد بيد طبرته غالغ الطاغ بن ملجم والقلب بسجدته سمع والصحى وطال عن كل بناته والبنين زينب تنادي دقوا يا اخوتي تهدم الدين والله دقوا يا اخوتي تهدم الدين بالسماء جبريل ينعن صاب أمير المؤمنين واسفى يا بعد المرتضى الإسلام طاحت رايته زلزل العالم ندى جبريل والكوفة تموج والخلق صارت بضجة والأرض ظلت تروج والحسن شد بخوته وحيدر بمحراب يلوش سابح بدم مخضب ويح قلبي شابته أولي وزينب تنادي هالذي محمول من وينها بالله خبروني يا اخواني حسن وحسين قالوا الغي مخدرة سيد الكون هي والله قالوا لا يا مخدر سيدي هي الكونين في مثل هذه الليلة اصفر وجه أمير المؤمنين جاء عثير بن عمرو الجراح يكشف على أمير المؤمنين بعد أن أخذ أذن له الإمام قال علي برية شاة حارة استخرج منها عرق أنزله في موضع جرح أمير المؤمنين ثم أطبق الجور الكل خمدت أنفاسهم الكل ينتظرون كلمة شفاء لأمير المؤمنين علي وما هي إلا لحظات استخرج ذاك العرق وإذا به مكلل إلى الدماغ قالوا يا أثير أخبرنا عن حالة أمير المؤمنين تلجلج بالجواب ارتفع الصوت وأبتاه وعليا التفت أثير إلى أمير المؤمنين قال يا أمير المؤمنين أعد عهدك وصي وصيتك لقد وصلت الدربة إلى الدماغ وإذا بأصوات أولاد أمير المؤمنين ينادون وابتاه وعلياه التفت الإمام قال سلوني قبل أن تفقدوني ولكن خففوا عني سؤالكم
ثم التفت الإمام قال بني حسن فليخرج الكل من الدار إلا ولد فاطمة. خرج الكل نظر أمير المؤمنين نادى أين ولدي العباس. التفت الحسين يمينا شمالا ما رأى العباس وإذا بالعباس خارج الدار. قال أخي عباس لماذا أنت خارج الدار؟ قال إن أبي قال فليخرج الكل إلا ولد فاطمة وأنا لست من ولد فاطمة. قال أخي عباس أنت عين فاطمة. دخل العباس أخذ أمير المؤمنين بيده نادى أين حبيبة قلب زينب. أقبلت زينب أخذ بيدها وضعها بيد العباس. قال يا عباس هذه أمانتي عندك هذه وصيتي عندك. قل عندي يا ابو فاضل وصية من طصيل وادي الغاضية وطحيت بكم آل مية زينب ترى بشيمتك هي من سمعتك صدر الشفية والتفت صاح البيحمية. ابويا وحياتهم هزكية سد والله صير الاوتكية وصار وحما وظل وفية ما طول حال روح بيا. لذا امير المؤمنين عند مصرع العباس يقله قله بزينب مهجة الزغرة وصيتك يا قمر عدنا وما ظنيت تتركها أسيرة بولية العدوى. تذكر يوم سايلها وعلى خدها الدمع بادي من اخوتك من تريدين يا زينب لك يا فيل. قالت يا ابو الحسنين قلب اختار ابو فاضل غيور اولادك العباس وبحمايته ما بنغام. جاوب امير المؤمنين شقله قله اختك يوم انا موجود ظلغه ما حد يشوفه وتاليها بدون خمار تطب الشام والكوفة عن حمايتها سيفك وين وصلاتك المعروفة. طرد الشمر يشتمها ويضربها زجر وسنام. على أختك ليش يا عباس تتفرج جميع الناس وبمجلس يزيد شلون حسرة روح يا عباس وتالي تشوف راس حسين منا مكسر الأضراس وتتلوع يتاماها بغربة وتبكي النساوي. يجاوب العباس قل أنا معذور يا أبويا أختي يوم أنا موجود ما هتك ليها دار ولا خدها لطم صوبي ولا ظلت بدون خمار ولا حد كسر من أضلوع ونبت بالصدر بسمار ولا نختني وتوانيت أبد يا فارس الفرسان. ثم نادى أين الحسن. أقبل الحسن
وضع يده على كبده قال بناي بناي كأني بك مسموم وقبرك مهدوم وتمنع جنازتك من الدفن. ثم نادى النداء الأخير وهذا النداء عزيز على قلوب الغيارة نادى يا حسين يا حسين يا حسين. أقبل الحسين قال بناي بناي كأني بك يوم عاشورا تقف لتستريح قليلا يأتيك حجار يكسر جبينك ترفع الثوب لتمسح الدماء عن جبينك يبان صدرك للأعداء يأتيك سهم مثلث مسموم يقع على قلبك أيوا إماما أيوا حسينا يقع من على ظهر جواده زينب إلى جنبه بني حسين يأتيك ألأم الناس له بوز كبوز الكلاب يضربها بالصوت على ظهرها صح ونادي يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين. ثم قال بني حسن حسين أوصيكما بتقوى الله أوصيكما بالصلاة فإنها عمود دينكم الله الله في اليتامى فلا تغبوا أفواههم. بناي إذا أنا قضيت نحبي غسلني حنتني كفني صلي علي وكبر علي سبعا واعلم يا بناي أنه لا يجوز على أحد قبلي ولا بعدي إلا على رجل يخرج في آخر الزمان من صلب أخيك الحسين. بناي بناي وضعاني في نعشي ولا تتقدم الناش فيرتفع مقدمه فاحملوا مؤخره وسيروا أينما سار وأينما وضع المقدم فدع المؤخر فتجد قبرا محفورة ولحدا مشكوقة وساجة مثقوبة مكتوب عليها هذا ما ادخره نوح النبي للعبد الصالح الطاهر المطهر علي. بينما هم كذلك وإذا بالأصبغ ابن نبات على الباب يقول سمعت صراخ أولاد أمير المؤمنين. خرج إمامنا الحسن قال يا أصبغ إن إمامك مشغول عنك بنفسك عد إلى بيتك. قال سيدي إن نفسي لا تطاوعني وقدماي لا تحملاني حتى أرى سيدي ومولاي أمير المؤمنين علي. سيدي يا أبا محمد لعل أمير المؤمنين ينظر إلينا نظرة هذه الليلة لعلنا ندخل إليه ونقول السلام على دمائك النازفة يا أبا الحسن هاي الليلة. ثم خرج إمامنا الحسن قال يا أصبغ لقد أذن لك بالدخول. يقول الأصبغ دخل وإذا بي أرى أمير المؤمنين معصب بعصابة صفراء أنا لا أدري أوجهه أشد صفراء أم العصابة صرت أبكي. قال يا أصبغ لا تبكي إنها الجنة. قلت سيدي والله إني أعلم أنك ماض إلى الجنة ولكن أبكي لفقدك وفراقك يا أمير المؤمنين. ثم خرج الأصبغ وصل إلى باب الدار وإذا بالصراخ على ثانية من أولاد أمير المؤمنين وابتا وعليا. هذا وزينب إلى جنبه نظرت إلى أبيها التفت إليها قال بني زينب لا تبكي. قالت أبا أبا وكيف لا أبكي وأنت أبونا أنت عزنا وفخرنا
ثم قال اذهب أبا حدثتني أم أيمن بحديث قال صحيح يا بنته ولكن أزيدك أنا كأني بك مسبية من بلد إلى بلد ومن ظالم إلى ظالم. بينما هم كذلك رأس أمير المؤمنين في حجر إمامنا الحسن قال أولادي تهيأوا للمصيبة، قال أولادي سددكم الله خليفتي عليكم الله، فلمثل هذا فليعمل العاملون، هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله. ثم دار عينه في أولاده، عرق جبينه، سكن أنينه، أغمض عينه، أسبل يده، مدد رجله، يا الله يا محمد يا علي يا زهراء يا حسن يا حسين يا حسين يا حسين يا حجة ابن الحسن. وفارقت روحه الدنيا، رحم الله من نادى وإماما، أيوا علي صح ونادي إلى النجف، يا علي يا علي يا علي. الملائكة نادت هذه الليلة الوداع الوداع يا علي. قام إمامنا الحسن والحسين وضعه على لوحة المغتسل، الإمام يغسله، الحسين يصب الماء، أمير المؤمنين يتقلب دون أن يقلبه أحد. نعم يا مؤمنون، نادى إمامنا الحسن أخي زينب علي بباقي حنود جدي رسول الله، جاءته به حنطه كفنه صلى عليه وضعه في نعشه. تقدم الحسن والحسين إلى مؤخرة الناش فارتفع مقدما، مشوا قليلا وإذا بالصوت وإذا بزينب تنادي بليلة قدر نعش الوصي خلي يحمل جبريل. نزلت ملائكة السماء شيع عليها الليلة، بليلة قدر نعش الوصي خلي يحمل جبريل. نزلت ملائكة السماء شيع عليها الليلة، زينب تنادي يا الحسن ريد بنعش الوالي، خليني اشبع شوفته فارقني عز الغالي، ما اقدر اشوف بالنعش شيع ولين قبالي، قلبي انفطر من انظره لفراق ما لحيله. بليلة قدر نعش الولي خلي يحمل جبريل. نزلت ملائكة السماء شيع عليها الليلة، يا البدر بليلة قدر نورا خسف وهلالة، خليني داوي طبرته من دمعتي الهمالة، قله بأمان الله علي جنيت عدن شيالة، هذا لداعي ونفطرك لحدك تنام الليلة. بليلة قدر نعش الوصي خلي يحمل جبريل. نزلت ملائكة السماء شيع عليها الليلة، صاح الحسن يم الخدر كف الدمع خلينا، شيل الجنازة للقبر
وندفن علي ولينا بوداع طال يا علي هالمحنة صعبة علينا. سلم على أمي فاطمة واخبرها حال العيلة. تقل لي الشيال النعيش يا شيال النعش وياه خذني ولا تيتمني أموت ولا ظل بعده ويحيدر علي تفني. يتدري النوح بغياب ابويا المرتضى يسلني يريت بدال الصواب وفيض بدمه يريت بدال الصواب وفيض بدمي وتخضاب ولا بقى العمر انحب من بعد الوصي. هي والله ولا بقى العمر انحب من بعدي هي الوصي. شالوا جنازة للحد بالدمع والونا وزينب تصيحا يا العمد عقبك تيتمنا. رايد يا خويا بالنعش خلنا نود عنا هاي اليتامى تودع تبكي على الطبرة. يا حيدر يا حيدر يا حيدر إلك يا حيدر يا حيدر داريت ويلي على النعش كل هاليتامى تحوم وزينب تحن وتنظره ودمع الجفين مسجوم. قل لي يا بويا يا علي تفارقنا هذا اليوم بعدك يجرعنا الدقر من يمن تمر. يا حيدر يا حيدر يا حيدر يا حيدر يا حيدر قل له عظيمة يا علي توصين بالأيتام وصية عظيمة على القلب وتجدد الآلام. صعب بعيني أنظرك قبرك يا بويا تنام ليت أمي تحضر هالعزا وما دمعها هالعبرة. يا حيدر يا حيدر يا حيدر يا حيدر مشوا بالناش يقول محمد بن الحنفية والله ما مر نعش أبي أمير المؤمنين من أمام حائتنا ونخلة إلا وانحنى لأمير المؤمنين علي
وإذا بالملائكة في السماء تنادي الوداع الوداع يا علي. وصلوا إلى مكان إلى أن وضع المقدم وضعوا المؤخر، وإذا بقبر محفور كما أخبر أمير المؤمنين، ولحد مشكوك وساجة مثقوبة مكتوب عليها هذا ما ادخر نوح النبي للعبد الصالح علي. أنزله في قبره يقول إمامنا الحسن، وإذا بالصوت من داخل القبر: إلي إلي يا علي، لقد اشتاق الحبيب إلى حبيبه. يقول إمامنا الحسين: وإذا بي أسمع صوتا شجي عند القبر، نظرت خلفي وإذا بامرأة مطأطئة برأسها، أقبلت إليها أمت الله من أنت؟ رفعت رأسها قالت: بني حسين، أنا أمك فاطمة، جئت لزيارة أمير المؤمنين علي. مثل ما شيعت نعشي وشلت بليل يا حدار، مثل ما شيعت نعشي وشلت بليل يا حدار، جيت اليوم شيع عنك وعيد الذكرى وتصور. يا حيدر المس عيوني احسها تذكرت كل شيء، تغسلني وتجهزني تشيل بكل الم نعشي، خلف نعشك مثل نعشي حسن وحسين هم يمشي، معروفك الليله ونوحك يا اسد خيبر يا علي. مقفي قبرك وقبري 50 عام، مقفي قبر الإمام يا علي، مقفي قبرك وقبري وهذا القدر يجمعنا، وخلها الدنيا يا حيدر بهذا الوجع تسمعنا، وليش محتم علينا نشوف الدم ونتصبر. يا حيدر من أصد يمك وشوف عصابة الصفرة، والله مثل ما عصبت راسي تراها معصبت طبرة، أشدها بصدري لو عيني شلون تشديها يا زغرة، الضلع مكسور والعين محمر، أشدها بصدري لو عيني لو امسحها بالعبرة، لو أوضع على صدرك ضلع من صدري يتكسر. ويلي محتارة يا ابو زينب، شرد لك ليلة الدفنة يا علي، انت ما قصرت معي، انت غسلتني وجهزتني يا علي، والتزمت في قبري يا علي وعفيت قبري يا ابا الحسن. ويلي محتارة يا ابو زينب، شرد لك ليلة الدفنة، والله صدر من حزني اجمع لك لو كافور من ون، لو اهمل دمع عيني وغسل جرح وتعنى، وجنين الحد هذا اليوم على التربان يتعفر. شرد لك والحمل نعشك يا حيدار بهالشدة، وشوف الحسن من بعدك مسموم بغدر جعده جعده، وشوف الجسد بالنشاب أصحاب الخند قصده، مصيبة حلت علينا وعلى أولادك بعد أكثر، وين العزيز اللي تبكيه في كل ليلة؟ وانظر للشهيد حسين خلف النعش يتألم، ليتك يا علي تشوفه متى؟ يوم العاشر محرم،
جسمه ياهو ليغسله ويرد الوصل مخيم، وعشر خيول يا حيدار تكسر صدر المطهام، وزينب الله يا زينب يساعدنا ويساعدها، شافت جدها ويامها وشافت يوم والدها، وتالي تشوف محمد وكبده بالطشت قاضفها، وتشوف حسين يوم الطاف عليهم داير العسكر، اويلي تقله اذا صدرك يا علي بقى سالم، حسين لو شفته حسين لو شفته غم الشمر يجلس وسيفه يحز لرقبته، وزينب يا علي تشوفه يفصل راسه عن جثته، نعم انزله الحسن والحسين على التراب كتبوا هذا قبر امير المؤمنين علي بن ابي طالب. عاد الحسن والحسين إلى الدار، استقبلتهم الحوراء زينب قالت أخي أبا عبد الله أخي حسين أخي حسن أين أبونا علي؟ قال أخي عظم الله لك الأجر بأبينا علي، تقل بعيد البلا يا حارس الدين يا ملف اليتامى والمساكين، مخضب بدم راسك هذا علي أمير المؤمنين، تقل له يا أبويا يا أبويا العيد القرب علينا، يا أبويا بالحزن لا تخلينا، يا أبويا مصاب جدنا سوى بينا وجانا مصاب هالنوب من الزكية، تقل لي يا ابويا وبعد ما هود مكيانا يا ماي العين ومصابك لفانا، يا ابويا والقلب زادت احزانا عليك دموع ندر سوية، غاب شخص امير المؤمنين عن زينب وما عادت رأت ولا ليلة الحادي عشر، لما باتت في الظلمة لا محام ولا كفيل لا عباس ولا حسين، بينما هي تحرس العائلة وإذا بسوادة قالت أيدها السوادة لا تقربي منا، إذا أردت ترويعنا فإنا مروعات، إذا أردت سلبنا فإنا مسلبات، صارت تقترب من زينب قالت أيدها السوادة لا تقربي منا نحن بنات رسول الله، صارت تسرع بالخطى إلى أن صارت قريبة من زينب قالت لغاية والسواد أقسم عليك قسما عظيم، أقسم عليك بضلع أمي فاطمة لا تقربي منا، لما سمع باسم فاطمة جرت دموعه على عينه، ضمها إلى صدره قال بني زينب أنا أبوك علي، والله بك الفارس، وقال الهيا تاج الفخر والنسوان، أنا حيدر يا بنتي جيت أحرسكن من العدوان، وهالعدوان أعرف ما بيهم ولا إنسان، وقلبي من فعايلهم يا بنتي لاهب ودامي، يا بنتي احكي لي يمكن أخفف عنك البلوى، تراني من النجف جيتك يا مهجة فاطمة عنوى،
وخبريني عن الوليان والطف بيها السوى. فصل الخبر يا زينب يا بعد سنين ويامي. قامت تحكي عن جاسم وعن الأكبر وعن العباس وعن جسد مطروح بالرمضة بلا راس، وشلون أحوال جسم حسين بخيل الأعوجي انداس، وعبد الله الرضيع شلون بكماتة ذبح عطشان. التفت إلي قال أظن هذا الصوت يا زينب صادر من نحر الحسين، عجل السالفة يا زينب أنا ما أتحمل أشوف. يا زينب تقول له يا علي بويا أنا شفته وشفت الشمر بن عالة على صدره يحز نحره وراس على الرمح شاله. أيوة إماما أيوة حسينا يا علي، وهالمنظر إلى المحشر يظل يا أبويا جدامي. أبيات الدعاء وأسألكم الدعاء، تقل أبويا أنا علي الليل هوات هوا يا دوانة غريبة غريبة وما لي حد. بويا يا علي شيال حمل راح وقعاياد، انا بي من بعد يا ابويا القلب يضمد. والله بالحسين هل عندي مدد، وابن والد العباس ما راد. هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال. يا الله إلهي باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد أن تعجل بفرج مولانا وصاحبي زماننا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شافيته وعافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرت يا رب العالمين. إخواني الحاضرين المستمعين من أوصاني بالدعاء، اللهم وفقهم لمراضيك، جنبهم عن معاصيك، علمائي ربانين في مشارق الأرض ومغاربها، ارحم الماضين واحفظ الباقين، لا سيما سماحة السيد أحمد. اللهم أطل بعمره وسدد خطاه إلى أرواح موتاه وموت المؤمنين والمؤمنات وموت الحاضرين وموت المستمعين وأروح والدي ومات على ولاية أمير المؤمنين. بلغ الجميع عنا ثواب ما قرأنا وثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات على محمد وآل محمد بأعلى الأصوات.